يعني الموضوع شائك. الشباب الآن بلغوا كم العدد اللي صار في سوريا؟ عندك رقم يا شيخ؟ والله العدد كبير جدا، أعداد كبيرة ولا زالت إلى الآن، يعني شبه يوميا يخرج أعداد كبيرة إلى يومنا هذا. وللأسف مع أن الواقع الآن كلهم تقول الصغير أكثر، كلهم من الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25، هذا الأغلب فيهم، قد يكون فيهم كبار سن. وللأسف مع أن الواقع هناك تكشف جماعات تكفيرية وتقاتل بينهم، بدل ما يكون وضعهم صاروا عيالنا بعضهم مع ذولا ومع ذولا يذبحوا، بل هم الذين يقودون هذه الجبهات. السعوديين يقتلون بعض، السعوديين هم اللي قاتلون، هم اللي قائمين على الجماعات. جماعة داعش أغلب قواد السعوديين، الجماعة الأخرى جبهة النصرة التي هي جناح تنظيم القاعدة، بل هي امتداد تنظيم القاعدة، أغلب من فيها هم الشباب السعوديين.